واسمحوا لي ان انا هتكلم معاكم النهاردة عن الصوم ما دام احنا في بدايته عشان نصوم صح. وبعد ما نتكلم عن الصوم في بدايته ابتدي اتكلم معاكم عن حاجة تانية بقى، ان احنا هناخد سلسلة بدءا من المرة الجاية، لان احنا متعودين كل صوم كبير ناخد سلسلة ليها طابع خاص. فالنهاردة هتكلم عن الصوم تحت عنوان الصوم المرفوض. الصوم المرفوض ليه؟ لان في آية، او بصراحة انا هدخل معاكم جوه أشعية 58 واشوف ربنا قال ايه على الصوم. بيبتدي سفر أشعية 58، وده الاصحاح المشهور عن الصوم في العهد القديم، بسؤال بيسأله الشعب لربنا. الشعب بيسأل ربنا بيقول له ايه في السؤال ده؟ لماذا صمنا ولم تنظر؟ زللنا انفسنا ولم تلاحظ. احنا قاعدين بنصوم لك ولا انت هنا، ولا انت يا رب شايف الصوم بتاعنا، وقاعدين نزل في انفسنا ونتقشف، ولا انت كأنك احنا مش موجودين على الخريطة خالص. فربنا بيبتدي يرد عليهم. اصل خلي بالكم في مقدمة صغيرة، ان اليهود اختبروا الصوم، مكتوبة في كل الاسفار ازاي اليهود اختبروا الصوم. يعني ازاي اليهود اختبروا الصوم؟ يعني نحمية صام وحصل بعد نحمية شغل، دانيال صام وحصل بعد دانيال معجزات، استير صامت فالشعب نفس، حتى في سفر طوبيا وسفر يهوديت كان في صوم، فالصوم كان واضح مفعوله جدا في العهد القديم. فابتدى الشعب يستعجل، ما احنا مصدقين يا رب ان الصوم ليه قوة وان الصوم ليه فاعلية، بس احنا بنسألك النهاردة احنا بنصوم ليه وانت ما بتبصش على صومنا؟ فيبتدي ربنا يجاوب على اربع نقط هنتكلم فيهم النهاردة، ازاي الصوم بتاعي يكون صوم غلط وصوم غير مقبول. ناخد الاربع نقط اللي قالهم ربنا. أول واحدة، في صومكم توجدون أو توجدون مسرة. يعني إيه؟ يعني الصوم ما يتفقش مع إحساس الفرح، الصوم ما يتفقش مع إحساس الزقططة، الصوم ما يتفقش إنك أنت ما بتغيرش جدولك إنك كل يوم تقعد على الكافيه أو تقعد على القهوة وتخرج مع أصحابك. ده مش صوم، هو ده صوم؟ ده فسحة. الصوم ما يتفقش مع انواع الاكل الكتير، الصوم ما يتفقش ان الواحد يبقى مشغول ويتكلم ويقول انا هاكل ايه. فين النسك اللي في الصوم؟ فين الزهد اللي في الصوم؟ فين الانسحاق اللي في الصوم؟ ده الصوم بقى مزاج، مزاج، مزاج. لدرجه ان في بعض الناس، عايز اقول لكم حاجه بس انبهكم ليها، نظر بعض الناس لمشكلة صحية ياخد حل بلبن، عنده حاجة في معدته، عنده حاجة في هشاشة، سنه عدى 70، يعني واحدة حامل تاخد حل بلبن، في الكنيسة مرنة وبتدي حل بلبن. اللبن يتحول لمزاج، يعني هو أبونا قال إدى حل بلبن، مش أنت أديت لبن؟ طب ماشي بقى، شاي باللبن، نسكافيه باللبن، كاكاو باللبن، لبن باللبن، رز باللبن، أنت قلت لبن، الرز صيامي وانا واخد حل باللبن، حط الرز الصيامي على اللبن اللي بالحل يبقى الاكل صيامي، رز بلبن صيامي. وبعدين خلي بالكو القشطه اساسها ايه؟ لبن. الزبادي اللي اساسه ايه؟ لبن. فتلاقي واحد داخل كده ذا الشنيور، هو ابونا قال له خد حل بلبن، يعني كوبايه لبن كعلاج وتخلو من الشهوه. لو بتحبه دافي تشربه سائع، ولو بتحبه سائع تشربه سخن. هو عكننا ما هو صوم، لكن انتوا جعلتم مسرة في اصوامكم. يعني ايه مسرة في اصوامكم؟ همبرجر صيامي، بسطرمة صيامي، لانشون صيامي، جبنة صيامي. هتقول لي الكنايس بتبيعها؟ الكنايس غلط، ولو في حد لاحتياج معين بياكلها انت مالكش دعوه بيه، لكن انا هقول لك قاعده، جعلتم مسره في اصوامكم. يعني ايه جعلتم مسره في اصوامكم؟ الصوم يعني نسك، الصوم يعني اعتدال. عايز اقول لكم حاجه، اقول لكم على ناس عايشه في الوقت اللي احنا فيه، لا هجيب اباء البريه، لا هجيب
ابدا اباء القرن الرابع ولا القرن الاول الميلادي ولا مسيحيين الاستشهاد ولا عصر الاستشهاد. هتكلم على ناس عايشه. انا في مره من المرات عزمت اب اسقف عندي في البيت بعد قداس من واحده لثلاثه، انا مش هقدر اقول اسمه لانه لسه عايش يعني، ربنا يديله الصحه. فلما جبته عنده في البيت قال لي يا ابونا صنف واحد بس. دخل لقى السفره فاضيه وفيها بتاع ده الصيني اللي يحط فيه الرز، والبتاع الصيني يعني مش حاطين حلل حاطين الطقم يعني، الصيني للخضار والصيني بتاعه وشويه سلطه. فراح رشا من الصليب واكل وقال يا سلام يا ابونا، اول مره الاقي واحد يلتزم ان انا قلت صنف واحد ما اقدمش غير صنف واحد، يعني هو صنف خضار واحد، مفيش بقى محاشي، مفيش مخللات، مفيش اي حاجه. وتاني سنه برضه جه وباركني هو صنف واحد، في ثالث سنه يظهر انا نسيت. فقلت سيدنا بيخلص القداس 3:30 وانا كنت بصلي معاه يوميها يعني، فروحت عملت شوربه لسان عصفور. ربنا يعلم شوربه لسان عصفور، بس عشان اكون امين، عارفين المشروم، قطعت شويه مشروم كده حطيتهم على الوش من فوق، يعني مشرومايه واحده مش اكتر يعني منظر يعني. فسيدنا دخل، بس ايه سيدنا ده بقى اصيل في اصوامه الحق، يا ربنا يحافظ عليه. لقى الخضار ولقى الرز، هو حافظ خضار ورز وسلطه، مفيش اي حاجه من كده. ولقى حاجه تانيه فبص، فلقى الشوربه وفيها مشروم. قال لي يا ابونا عاوز اسال قدسك سؤال. قلت له اتفضل يا سيدنا. قال لي هو الصوم الكبير خلص في مصر الجديده وما ادانوش خبر؟ يعني اذا كان الصوم عندكم خلص قولوا لنا عشان برضو نبقى جسد واحد، انتوا تفطروا واحنا نفطر معاكم على شوربه لسان عصفور، على شوربه لسان عصفور زياده. قلت له أخطيت، حللني مش هتتكرر. سيدنا من لطفه لقى مراتي أحرجت طبعا وش أحمر وضرب ألوان، لطف وهزر معاها شوية، لكن لأ المبدأ مبدأ. هقول لكم على حالة تانية جعلتم مصرة في أصوامكم، إن أعرف ناس يشهد علي ربنا يعمل إيه؟ كل 15 يوم يغير الصنف. يعني كل 15 يوم يعمل الصنف؟ دي ناس موجودة على فكرة، صدقوني موجودة وعايشين معانا وانا اعرفهم، بس ما اقدرش اقول اكتر من كده. يعني ياكل اول 15 يوم في الصوم في صولية خضراء كل يوم، تاني 15 يوم بامية كل يوم، تالت 15 يوم احنا قلنا ايه يبقى بسلة اي حاجة، 15 15 15. ليه؟ عشان ده الصوم. احنا هنغير ولا ايه؟ هما اللي يبقى صوم ازاي؟ وعلى فكره مش قصه اكل، قصه ان في قانون نسكي عالي بيتبعه معاه. اللي بينام على الارض واللي يلاقي حاجه متعبه يعملها اكتر في الصوم، واللي يزود المطنيات بانسحاق امام الله مش مجرد منظر او تدريب ضغط بينزلها، لا. علشان كده ربنا بيقول لك راجع نفسك يا ابني. لو انت وجدت مسره في صومك واكلت الحلويات اللي انت بتاكلها، بس دي بسبوسه صيامي تجنن يا ابونا، معموله بالبيبسي والسيفن اب، دوقها كده بسبوسه صيامي. طب ما تجيب لي حته قشطه صيامي عشان تبقى بسبوسه بالقشطه. الحقيقه خلي بالك ليه؟ لان انا مشفق عليك انك تكون بتصوم غلط وتقول يا رب احنا بنصوم لك وانت ما بتبصش على اصوامنا. ليه؟ لان اصوامكم مش اصوام الحقيقه، اصوامكم بقت 5 ستارز. يعني 5 ستارز؟ We are very picky. ده احنا حتى في وسط السوق لا ما بحب لا ايه ده؟ فين الصوم؟ يبقى اول حاجه ربنا يرفض بسببها الصوم حته ان الانسان يجد المزاج او اللذه الحسيه في صومه. ما ينفعش ما ينفعش. يبقى اول حاجه في الصوم حته الايه؟ المسره او اللذه او المزاج. شوف انت مزاجك في ايه وتمتنع عنه. ناس تانية بقى مقصورة المزاج، يقول لك بص يا ابونا I don't mind اصوم انقطاع لغاية الساعة 4 الظهر، بس فنجان القهوة بتاع الصبح أو فنجان الشاي بتاع الصبح. لا، أنت وجدت مسرة. اللي أنا بحبه هو ده اللي لازم أقدمه لربنا في الصوم. وده أول حاجة بسيطة قوي قوي ربنا اتكلم عنها، اللي هي الموضوع الجسدي. طب ليه كمان أصوامنا مرفوضة يا رب؟ بيقول كده أصواتكم صارت للإيه؟ للخصومة والنزاع ولكمة الشر. لكمة لكمة يعني بنية بالبلدي كده. بيقول ازاي انا اقبل صومك
وانت مخاصم اهل بيتك؟ ازاي اقبل صومك وانت متخاصم مع اصدقائك ومش حبيبهم ودينهم؟ روح الاول يا ابني صالح مع اخيك. ايوه بس هما جرحوني قوي، انا جرحت اكتر منك، ده اتكلموا عني، انا يا ابني اتصلبت واتعريت علشانك. طب انا مش قادر اتعامل معاهم. انا موافقك انك تختصرهم، بس الحد الادنى تكون حبيبهم ومسامحهم، واوعى تقول عليهم كلمه وحشه حتى في قلبك. اللي انت بتقوله ده صعب قوي يا رب. روح افطر يا حبيبي. انا بقول لك هات جبنه رومي وبسطرمه وتعشى النهارده. ليه؟ لان في خصومه وفي حاجه اسمها لكمات الشر. عارفين يعني ايه لكمات الشر؟ الضربه اللي تحت الحزام كده بتاع الملاكمه يقولوا عليها دي ممنوعه. يعني ايه لكمه شر؟ يعني هقول لكم تعبير هتفهموه. مش عارف هو التعبير دي بتتغير كل شويه، بس انتوا لسه عارفين كلمه اسفين يعني ايه؟ يعني ايه اسفين؟ يعني مثلا في الشغل هقول لكم يعني ايه لكمات الشر في الشغل. يعني انا وانت اصحاب ودوت كده جه جديد علينا واحنا مش منسجمين معاه، فانا اقول لك انا دخلت للمدير وزي ما ربنا اداني، شوف ربنا، زي ما ربنا اداني وقدرني ظبطت صاحبك على شعره وهيسيبنا قريب. ربنا قدرك؟ انت واثق ان ربنا؟ امال الشيطان يعمل ايه؟ يعني اذا كان ربنا قدرك على لكمات الشر، احنا اوقات نعمل كده. بص انا هقول لك حاجه، هي انا مش ناسي عملت فيكي امبارح، وعشان كده اتكلمتها حته التليفون ربع ساعه، مش هقول لك عشان ما هيكيش عليها، بس لسعتها كلمتين بتوني دلوقتي. يلا عشان ننزل نلحق قداس من واحده لثلاثه، اصل احنا صايمين انقطاعي. على فكره يا ابونا قداس من واحده لثلاثه ده كله بركه، انا ما اعرفش الناس بتتناول ازاي الصبح في الصيام ده الا الانقطاع في الصوم ولكمات الشر واللي احنا قاعدين نعمله في الناس من ادانه ونميمه. احنا صايمين وقد طبقنا اللي قاله ابونا، بناكل صنف واحد. ما ينفعش برضه، لان في مشكله، في خصومه وفي لكمات شر. اضحك عليكم اقول لكم صومكم هيتقبل؟ ما انا بقول لك روح اتعشى جبنه رومي وبسطرمه، لان ما ينفعش اللي انت احنا بنقوله ده. تالت حاجه ربنا بيرفضها، حاجه بيقول لك يحني راسه كالاسله يفرش مسحا ورمادا. المسكنة اللي في الصوم بقى اللي هو ايه؟ يحني رأسه كالأسد. ده نبات كده يا جماعة ما يطلعش لفوق، بعد ما يطلع لفوق تلاقي نزل تحت، اللي هو ماشي رأسه مدلدلة. في ناس كده، هم دلوقتي مش كتير بس كانوا موجودين زمان، اللي هو ماشي عامل كده في الكنيسة يحني رأسه كالأسد، يعني منزل رأسه تحت كده. ومن مناظر الصوم بتاعته يفرش الرماد والمسوح، يعني يقعد المسوح يحط المسوح اللي هو الوبر الخشنة أو شعر الماعز، يحطه على الأرض ويرمي على نفسه رماد. ما عندكش فكرة الرماد ده يعمل إيه في الجسم، ويقعد في الشمس كنوع من أنواع التذلل الشديد. ربنا بيقول أنت بتضحك على مين؟ إقيمة أنك أنت تحني راسك وقلبك مرتفع، قيمة انك انت تمثل انك انسان متضع ومسكين والصوم واخد منك رقات يا عيني، وتمثل البر والتقوى. يقول لك مالك؟ قلت لهم صلوا لي دايخ شوية كده، نتيجة السكر نزل في دمي شوية. طب خد حاجة يا حبيبي. معقولة نكسر الصوم؟ يا اخويا يا اخويا خد سكر يا اخويا، خد اللي انت عايزه بس قلبك يكون متضع ومنصحك. مش معنى كده بقول لك خدوا سكر وتكسر الانقطاع، ما تاخدوهاش من بقي. انا بتكلم على مبدا ان في ناس ممثلين كبار قوي. التمثيل ده في الكنيسه، عشان كده ربنا جه في الموعظه على الجبل في العهد الجديد قال كده: اما انتم فمتى صمتم لا تكونوا كالمرائين. حط زيت على شعرك واطلع فارس صدرك كانك واكلها، يعني عشان ما تبينش للناس. لكن في ناس كده تحب ايه؟ ومن غير ما تساله يقول لك عامل ايه يا اخ فلان مش عارف مين، انا نازل كمان شويه اعمل شوبينج لان الصوم هيبتدي ولازم الواحد يكون مدقق قوي في انواع الاكل اللي هيجيبه في الصوم. حد سالك يا ابني هصوم ولا مش هصوم؟ واحنا مالنا بيك؟ بس في ناس كده اهو، ده برضه يبقى انسان صومه ايه؟ صومه مرفوض. احنا قلنا كام واحد دلوقتي؟ ثلاثه. اول حاجه المسره، اتنين الخصومه،
والخصام اللي ربنا بسببه ما يقبلش، ثلاثة الإنسان اللي بيتمحك أو يعمل نفسه صائم. أربعة يقول بسبب حاجة تانية لن أقبل صومكم، وهو الإيماء بالإصبع وكلام الإثم. يعني إيه الإيماء بالإصبع؟ كلمة الإيماء بالإصبع وكلام الإثم هنشرح. كلام بالإصبع يعني عارفين لما واحد يحتقر واحد يزدريه يقول له روح 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 بس كده. هي روح روح دي افطري افطري. يعني أنا بقول له طب بس 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 بس. دي اللي قال عليها ربنا في العهد الجديد من قال لا لأخيه يا رقى. رقى يعني ما يعني ما أنت مش فاهم حاجة كده، حاجة كده ما بتهتمش بيها يعني. يكون مستوجب مجمع يا نهار أبيض. يعني أنا لو كده ما أصل خلي بالك الاحتقار ده ممكن يكون بكذا طريقة مش ضروري يعني إيه كده. لا ممكن يكون كده اللي هي الإشارة بالأصبع أو ممكن كده. واخدين بص لكم إزاي؟ بيقولوا هلا من فوق لتحت ومن تحت لفوق، بجيبك كده مرتين كده يعني أنت. زيرو. فربنا بيقول لك انت كده فاكر نفسك صايم؟ يعني تصور انت شايف نفسك بتفهم احسن من بابا. يعني انا برضو جيل مخربش وجيل فاهم ودي جيل تكنولوجي، وانت كل اللي بتعرفه شويه العاب على الجيمز يعني، ولا بتفهم التكنولوجي حاجه يعني. لكن انا بموت في التكنولوجي. انت بتكفر ان هو شغال في مايكروسوفت، هو مسلسل تو جيمز سهران عليهم طول الليل وفاهم ان هو بيفهم اكتر من الكون كله والمسكونه كلها. واحد شايف نفسه انه اعلى من مراته، مراته دي هتجيب دماغه ازاي؟ واحدة شايفة نفسها احسن من اختها، اختها ما بتعرفش تدبر لكن انا بدبر، لكن هي سامحوني مش عايز اتكلم عليها. بص سامحوني مش عايز اتكلم عليها دي، ما رفع الكتف، سامحوني مش عايز اتكلم عليها دي، دي تبوظ الصوم كله. يلا روح اتعشى يلا. فربنا بيقول إن خطية الإزدراء أو الإقلال من شأن أي إنسان ده روح نسك، ده روح زهد، ده روح واحد حاسس إنه خاطي، ولا واحد حاسس إنه متكبر وشايف نفسه أفضل من اللي حواليه وجاي تقول لي نصوم؟ طيب وكلام الإسم، الإيماء بالأصبع وخلصناها. كلام الإسم يعني إيه؟ ينفع أنت تبقى صايم وقاعد مع أصحابك تتكلموا في أي كلام فارغ وفاضي؟ يا إدانة، يا نميمة، يا شتيمة. أقولك دي شتيمة، تقولي أبدا 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 أنا ما أقصدش أشتم، صدقني ما أقصد أشتم، بس إحنا سخنا شوية كنا بنتكلم على ماتش كورة والحكم الكذا. حكم الكذا؟ طب الكذا دي إيه؟ مش شتيمة؟ لا يعني صفة. الحكم الكذا دوت فوت على فريقنا ال ما اعرفش ايه يعني اي حاجه. كلام الاثم، الكلام اللي فيه العثره، الكلام اللي فيه الادانه، الكلام اللي فيه شتيمه، الكلام اللي فيه تسخيف من الناس، الكلام اللي فيه اي حاجه. يبقى انت قاعد طول النهار مع اصحابك على القهوه وقاعد تنم على الدنيا كلها وعينيك تدب فيها رصاصه رايح جاي مع بتنظم الترافيكس كده بعينيك، وبعدين يجي الراجل اللي قاعد على يقول لك شايب حليب زي كنت تقول له صايم يا ولد. طب ما تحط لسانك جوه بقك يا ابني، ولا شوف لك مزمور احفظه، ولا خش بيتك اقعد مع ربنا. لكن كلام الاسم يفسد الصوم؟ اه يفسد الصوم. فربنا بيقول لهم قاعدين تشاوروا على الناس وتتكلموا عليهم ولسانكم لسان اسم، وفي مخاصمه وقاعدين تقدوا للناس مع لكمة تحت الحزام، وقاعدين تلاقوا مسرة في أصوامكم، ناقص إيه علشان تقولوا نحن مش صايمين؟ وفي الآخر بتلوموني أنا، بتقولولي لماذا نصوم وأنت لا تسمع؟ ده فعلا في مثل أهل العالم سوريا أولاد ما أقدرش أقوله عشان أنا أبونا في الكنيسة، ما أقدرش أقوله، ما أقدرش أقوله خالص، بس هو الناس اللي بتقوله بيقولوا عليه اللي اختشوا ماتوا، لكن أنا ما أقدرش أقوله. يعني إيه؟ انت ليك وش انك تقول انك انت صايم؟ تصوروا يا جماعه انا داخل مثلا اصلي قداس مع اب كاهن وانا قلبي متغير من ناحيته، قلبي متغير من ناحيته كده، مش حبه من كل قلبي، مش غافر له حتى لو كان غلط، هو ربنا هيقبل الذبيحه؟
مني انا. طبعا انتوا الذبيحه تبقى ذبيحه، لان يعني مش مهم خطيتي كان، انتوا هتتناولوا جسد حي ودم حي، انا بتكلم على انا. هيقبل مني ربنا؟ اهو اللي مش هيقبلوا مني في الذبيحه مش هيقبلوا مني في الصوم. خلي بالكم انا قلت اربع حاجات تخلي ربنا ما يقبلش الصوم، فاكرينهم؟ لو مش فاكرينهم اسمعوا بتتسجل، كل حاجه بتتسجل بسمعوها تاني، بس خلي بالكم وانتوا بتدوا الصوم. طيب هنختم بايه؟ هنختم باربع حاجات فيها علاج. قالوا لي طب قول لنا يا رب، الكلام ده لسه في اشعياء 58، احنا عاوزين نصوم بجد، نعمل ايه؟ قال لهم نمره واحد، حل قيود الشر. يعني ايه حل قيود الشر؟ انت مربوط بخطيه مش كده؟ الصوم فرصه ان الصوم ده تتحرر فيه من الخطيه اللي مستعبداك ومسيطره عليك. اصرخ، صوت، حاول، اقع وارجع تاني، لكن اوعى تبات وانت متأيد بالخطيه في ايديك، لان طول ما الشر في ايديك مش هقبل منك اي تقدمه. لان لما جه داود النبي يشتهي انه يبني بيت ربنا، ربنا قال له مش انت اللي هتبني البيت لان ايديك فيها دم. انا غفرت لك بس انت ايديك فيها دم، واللي ايده فيها دم ما اقبلش منه التقدمه بتاعت بناء بيتي. اللي ايده فيها شر، اللي ايده فيها خطيه وملوثه بالشر من غير توبه، ربنا مش هيقبل منه الصوم. يبقى اول عمل حقيقي في الصوم حل قيود الشر، ان انا اتحرر من الخطيه اللي اسراني، من الخطيه اللي زلاني، ان انا اتوب بكل قوتي. طيب يا رب عشان الصوم بتاعي يبقى مقبول، قال لك ايه؟ فك وقطع كل نير. عارفين النير اللي هو ايه؟ اللي بيتحط الخشب اللي عامل زي حرف التي اللي تتحط على رقبه الايه؟ الطور. يعني ايه فك وحل كل نير؟ اوقات احنا بنظلم الناس. يعني ايه بنظلم الناس؟ يعني مثلا ست، ايه ست تكون عندها واحده بتشتغل في البيت، انا بقول مثلا ما بقاش موجود كتير في مصر دلوقتي، لكن افتكر ان هي شغاله مقيمه، فبتقول لها خلي بالكم انا في خلوه ومحدش يقرب لي، معايا انجيلي ومعايا اكبيتي ومعايا كتاب تسبيح، وداخله بقى اصلي بحر ربنا والقداس من واحده لثلاثه او من اثنين لاربعه ومحدش يقرب لي. وبعدين ايه اللي يحصل؟ عندها واحده في البيت مطلعنيها، بتخليها تشتغل من 8 الصبح ل 11 بالليل، ويعني المسكينه دي لو حاولت تريح ظهرها تستخسر فيها الراحه. تقول قعدنا ادينا قعدنا، يلا ادخلي بقى هدي المطبخ بقى واغسلي لي كل الالمونيا اللي فيه، ما احنا عاملاها يا ستي امبارح وماله تتعمل النهارده مراجعه، بس تشتغلي. اوقات انسان يبقى في شغله ليه سلطان عند ناس شغاله معاها ومحملهم نير، لان عارف ان الاشغال صعبه وياخد اكتر من حقه. مكتوب في العقد كده شغل من 8 ل 5، هتقعد ل 8 مش قادر، الباب يفوت جمل، وهلاقي اللي يقبل انه يشتغل في اليوم بدل 8 ساعات يشتغل 12 ساعه وما يشتكيش. ها عاجبك ولا مش عاجبك؟ واضطر اقبل لان ما عنديش اوبشنز. بس قدام ربنا الانسان ده لو صام السنه كلها مش هيتقبل، لانه حمل الناس احمالا عثرة الحمل، ظلمهم، حملهم نير. فيقول لك عاوزني اقبل صومك؟ خليك حنين، ادي الناس حقها، ما تظلمهمش، ما تستخسرش فيهم الراحه، ما تستخسرش فيهم اي حاجه انت بتعمل. ما هو انا لو ست بيته شغاله في بيتي ليه سلطان؟ بعد ما اشتغلت ساعتين هقعد على السرير اريح ظهري، لكن تقدر اللي عندي في البيت تعمل كده؟ ليه القسوة دي؟ فطول ما في قسوة في القلب ربنا مش هيقبل الصوم. فأول حاجة بيقولها لي عشان يقبل صومي حل قيود الشر، اتنين فك وقطع كل نير، اوعى تتاجر باحتياجات الناس عشان مزلولة. لو انت عارف ان العربية اللي انت بتشتريها دي تمنها سكند هاند، انا هقول اي رقم، تمنها 90,000 جنيه، وهو مزنوق وبيموت لان ابوه في المستشفى وعاوز يدفع فطور بيعرف، تقول له انا جاهز ب80 وبراحتك. انت رجعت وقلت انا شاطر قوي على فكره، انا وقعتها لقطه كان محتاج ودست عليه، ولما طلعت له الكاش كتب العقد. هي 98 اصل اخوك ناصح، لا انت حرامي. لان لو هي تمنها كده وانت اني فاكر دي شطاره واستغليت الموقف بتاعه، انت ما حلتش النير
انت بقيت حملت نير، فانت امام الله مدان يا مسيحي. عارفين الانسان المسيحي الكريم الاخلاق لما يكون عارف ان هو بيبيع العربيه عشان ويقول له لا خلي العربيه معاك وانا ممكن اسلفك، بلاش خايف تسلفه وهتشتري العربيه، تقول له العربيه دي تمنها كام؟ يقول له 90,000، يقول له ودي خمسه معايا كمان عشان علاج بابا، مش قادر تعمل لا دي ولا دي، خدها بتمنها ما تلويش دراعه يا صايم. لانك لو عملت كده وانت صايم ربنا بيقول لك روح افطر احسن، لانك انت ما تعرفش يعني ايه صوم. رابع حاجه تكسر للجائع خبزك. يعني ايه تكسر للجائع خبزك؟ يعني لو انت في بيتك رغيف واحد وهتاكله ولقيت واحد جعان ما تقولوش بقول لك ايه ده انا اساسا باكل رغيفين واللي عندي رغيف يعني انا النهارده هبات جعان، لا تقسم الرغيف بينك وبينه. معناها ايه؟ دور على انسان مسكين في الصوم علشان تقدم عمل رحمة. يمكن الناس مش محتاجة تقسم معاك رغيفك، لكن خلي قلبك حنين، لان الموضوع ملوش علاقة بالرغيف، الموضوع له علاقة بانك تفهم قلب ربنا عاوز منك ايه في الصوم. ان اللي عندك تقسمه واللي عندك تطلعه، مش اللي عندك تنكره وتخبيه. فين الرحمة راحت؟ وليه الأنانية زادت؟ آخر نقطة عشان ما طولش عليكم، بيقول كده أن لا تتغاضى عن لحمك. يعني إيه أن لا تتغاضى عن لحمك؟ يعني لا تتغاضى عن لحمك، يعني لو ربنا ادالك وفي عيلتك في ناس قليلة، هل أنت ممكن تستر عن الناس دي وتشيل الناس دي وتحط في قلبك قدام ربنا ان ربنا لما يستر عليا واستر على بناتي، انا بنات اخويا لان اخويا محتاج لحمي، بنات اخت مراتي لحمي، هقف معاهم في جوازهم بس ربنا يديني الصحة. طب يا بابا مش هتسيب لنا حاجة؟ هسيب لكم ربنا، بس زي ما ربنا ستر عليا وجوزتكم انا مسؤول امام الله عن لحمي. احنا بقينا انانيين قوي. صدقوا اولاد، صدقوا ان انا بقيت اسمع مشاكل ليها العجب. الاخوات بعد ما بيتجوزوا بيغيروا من بعض وينفسنوا من بعض، وكل واحدة تقول معلومة وتخبي معلومة لانها خايفة من اختها. كانوا اخوات، كانوا بيناموا على سرير واحد، كانوا بياكلوا في طبق واحد. فين بقى لحمي ده؟ لا، لحمي لما يختلف مع مصلحتي، مصلحتي اهم من لحمي، ده انا ادوس على لحمي. بس ربنا ما طلبش كده، ربنا طلب ان انا اخرج بره ذاتي عشان التاني، مش اعاد التاني عشان انا ذاتي تبقى نمره واحد. اقول لكم حاجه يا اولاد، الكلام اللي انا قلته النهارده كلام تقيل وكلام شديد، اتمنى ان كنتوا تسمعوه تاني. هو كده كده بيتعاد اذاعته او تقتنوها، لان دوت مفتاح في اول الصوم. راجع كل اللي انت سمعته. ربنا نهانا عن اربع امور وشجعنا على اربع امور علشان ما نكونش بنصوم صوم غلط واحنا مش فاهمين فكرة الله في الصوم ايه، زي ذاكر مادة وطلع الامتحان في مادة تاني فسقط. طولت عليكم، بنعمة ربنا نبتدي سلسلة روحية جادة كده نقضي بيها على الصوم من اول اسبوع الجاي. لإلهنا كل مجد وكرامة الان والى الابد، امين.